يا ترى مدينة زي دبي بتحتل المرتبة الرابعة في قائمة المدن اللي بتملك ناطحات سحاب بيزيد ارتفاعها عن 150 متر، ممكن يكون شكلها عامل ازاي من فوق؟ في حلقة النهاردة من لف وشوف مع مفيس هتشوف دبي من فوق مختلفة. لف وشوف مع مفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. مدينة دبي لوحدها بتملك 232 ناطحة سحاب بيزيد ارتفاعها عن 150 متر. هنبدأ نشوف دبي من فوق من ارتفاع 40 متر مع الفلاينج كاب أو الكاس الطاير. في الكاس الطاير انت مش بس بتشوف معالم دبي من 40 متر، ولكن كمان بتستمتع بكوباية شاي وانت قاعد ورجلك منطلقة في الهواء لمدة ربع ساعة. مع اطلالات لناطحات السحاب والخليج العربي من حواليك اثناء دوران الكاس ب 360 درجة. أربعين متر مش كفاية؟ يبقى خلينا ننطلق للاقتراح التاني واللي هتقدر تشوف في دبي من ارتفاع 150 متر، برواز دبي. برواز دبي من المنشآت اللي بتجسد عبقرية وإبداع المعمار في دبي، فبعد جولة في متحف المبنى في الدور الأرضي بتنطلق للدور العلوي. في الدور العلوي وعلى ارتفاع 150 متر بتكمن عبقرية برواز دبي، فتقدر تشوف جانب من البرواز بإطلالته على طريق الشيخ زايد اللي بيرمز لمدينة دبي الحديثة بكل أبراجها الشاهقة، والجانب الثاني من البرواز بيضم معالم دبي القديمة زي ديرة وأم هرير والكرامة. لسه بتطمح لما هو أعلى من 150 متر؟ يبقى ده وقت اقتراحنا الثالث لدبي من فوق ارتفاع 210 متر مع عين دبي، أطول عجلة ترفيهية في العالم. بسبب موقع العجلة المتميز على الوجهة البحرية للجميرة بيتش ريزيدنس، فبتوعدك عين دبي بمناظر خلابة للساحل والمارينا. مع أبرز معالم دبي زي برج العرب ونخلة جميرة وبرج خليفة. إنما لو كنت بتسعى لما هو أعلى من 210 متر، يبقى مفيش أفضل من أشهر ناطحات السحاب في دبي، المبنى اللي دخل موسوعة جينيس باعتباره أطول مبنى في العالم، برج خليفة. برج خليفة بيوفر لك 3 أدوار للمراقبة، تقدر تشوف منهم دبي من 3 ارتفاعات مختلفة. منصة المراقبة في الدور 124، تقدر تشوف منه مناظر بانورامية في الهواء الطلق من على ارتفاع 452 متر. ومنصة المراقبة في الدور 125 ومنظر دبي من على ارتفاع 456 متر. إلى أن أروع إطلالات بانورامية ممكن تشوفها لدبي من فوق هي من الدور 148 في برج خليفة. إطلالات تخطف الأنفاس لمرسى دبي وبرج العرب ونافورة دبي من على ارتفاع 555 متر. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.